السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم ميران من قناة هايبريد شد. طبعا اليوم الجو بغداد يعني صافي نسبيا والمشمس، وحاليا الساعة 2 الظهر. اليوم اريد اجرب بعد ما غسلت الالواح البارحة، اليوم نجرب تأثير الظل يعني على الالواح او توليد الالواح. وجايب وياي هاي الغراض، وجايب وياي هاي منشفة وبيرميات 2 حتى نغطي بيهن الألواح. تشوفون الألواح تقريبا نظيفة، بارحة غسلناهن، اكو بعض الطقع البسيطة. طبعا المي بغداد بيه نسبة من الأملاح، وإذا كنت تعيش بجنوب العراق بعد نسبة الأملاح تكون أكبر. هالناحية لازم استعمل مي فلتر RO يكون خالي من الأملاح، أو مي السبلت، المي اللي يطلع من السبلت حتى تغسلها بأحسن نتائج. ساعدنا هاي المنشفة والبيرمية اللي شفتوها، وهسا حاليا بالضبط عندنا ساعة 2:04 حتى نبدي نغطي الألواح، ونشوف على الكمبيوتر تأثير على التيار وعلى الباور والفولتية. احنا على السولار اسيستنت هنا، فعندنا هذني الفولتية اللوح السترينج هذا، تيار السترينج هذا، وجوا عندنا طاقة السترينج هذا حسب المراحل. طبعا هذا السترينج الثاني اللي هو طبعا بمرور الوقت دا يقل لان بدأت الشمس تغرب بعد 2، وهذا سترينج ثاني فولتيته تتراوح بين 275 و260 فولت، يعني مو فرق كبير. نجي هسه نراقب انه الالواح من نبدي نغطيها 2:07، وهسه راح يبدي يغطي، نشوف تأثير على فولتية الألواح وعلى تيار الألواح. غطى نص اللوح الأولاني، أدى لانخفاض الفولتية من 263 إلى 227، والتيار تقريبا نص أمبير قل فقط، تيار نفس الشيء ما تأثر، لكن فولتية تأثرت نتيجة الباور طبعا راح يقل نانو 1.9 كيلو واط من 2.1 كيلو واط أو 2.2 كيلو واط. نجي نشوف بعد تأثير على الفولتية. هسا بدينا نغطي النص الثاني من اللوح الأول. من بدينا نغطي النص الثاني طبعا قلت الفولتية بعد، صارت 213 فولت. نجي نشوف 2:10 صار بالتيار، 2:10 تيار بعده مثل ما هو شوي أقل، أنا زاد التيار طبعا وقل نفس التيار تقريبا، لكن نجي على الباور طبعا الباور قل بعد، باور 2:10 صار 1.7 كان 1.8. هسه حاليا بدينا نغطي لوحين من فوق، نشوف لوحين من فوق. نعم نشال الخاولي، من شلنا الخاولي زادت ايضا الفولتية، بعدين رجعت تقل، والتيار تقريبا من 12 و10 نفس التيار تقريبا. هسه جاب البيرمية، وده نغطي لوح كامل تقريبا، تغطى لوح ولوح اللوح، ونشوف 4:12:40، 2:12:40 التيار نفسه بعده، بس الباور 2:12:40 الباور 1.7 كيلو واط، لأن لوح واحد راح. هسه راح نبدي نغطي، نتغطى لوحا
يعني المفروض 100 فولت أو 80 فولت يطير من 260، يعني يصير 171، أو قبل يصير 171 186 الفولتية. طبعا هنا ايش دا يصير؟ الدايودات اللي بهاي الألواح دا تمرر تيار باقي الألواح حتى لا يوقف التوليد نهائيا، يعني هسه هاي من تغطن شي يصير بيها؟ انه الكهرباء تقوم ما تمر بهاي الالواح المتغطية. طبعا هذا اللوح يسموه باي فيشل، وايضا نصف خلية مقسومة يسموه. فهاي النص، يعني النص الفوق والنص الجو، عبارة عن خليتين منفصلة، اذا تغطي اح واحد الثاني يشتغل براحته، بينما من تغطي بيه تبدي تغطي الجزء الثاني ايضا هم راح يفصل. فهسه غطينا تقريبا 4 ألواح، هسه هذا التشرتشف اللي يغطي بيه 4 ألواح، ونجي نشوف هنا الفولتية شلون صارت. شوف شلون نزلت، صارت 136 فولت. شوف التيار ايش قد صار، اللي هي في دقيقة 2.25، 2.25. شوف تيار هم قل عندنا، لكن بدأ يرجع يصعد لأن الانفيرتر بدأ يتحسس فولتية جديدة، وبدأ الام بي بي يستعمل يعني تيار أكبر من الألواح. فبالنتيجة الباور طبعا عندنا قل بشكل كبير، لكن أكو توليد مستمر 2.25. شوف الباور وصل 670 واط فقط. هاي الأقل شي الفولتية 130 فولت، من هلو، هاي قللت شنو هاي؟ أو غطيت هاي شنو هاي؟ حتى اللوح هاي شنو هاي؟ الثالث منها كنمت هاي على ترى اللوح. غير شغلة هاي. شوف 4:16، 4:16 دقيقة التيار تقريبا تيار نفسه، بداية 4:16 دقيقة قل التيار، لكن بعدها بدأ يزيد التيار. وهنا أيضا الفولتية طبعا هنا وقفت، زادت الفولتية من جديد وشلت هذا الخاولي، بعدين شلت البيرمية، بدأت تزيد الفولتية أيضا، حطيناها على نص الخلايا من فوق فقط، يعني محجوبة خليتين النص الفوقاني مالته والخليتين الثانية أيضا النص الفوقاني مالته محجوب. فنشوف الفولتية بدأت تصعد تدريجيا، أول شي صعدت هنا من أني وقفت، بعدين صعدت هنا من شلت نص، بعدين صعدت أيضا من شلت نص الثاني، بعدين شلت ربع لوح أيضا صعدت الفولتية، هذا أيضا صعدت هنا من شلنا الربع الثاني، أو أقصد يعني نص الخلية الثاني يعني وخرنا عنه الغطاء، ونص الخلية الثاني أيضا وخرنا عليه الغطاء. فبالنتيجة زاد التوليد من جديد. بعد ما شفتوا الفيديو أتمنى أن المعلومات عجبتكم، ولا تنسون الاشتراك وسبسكرايب، تعليق، أي شيء، أي استفسار عندكم احنا موجودين. شكرا جزيلا لكم، لله.